نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة برئاسة السفير عزة البحيري ندوة بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وذلك بحضور دكتورة نادية حلمي الأستاذ المساعد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف ودكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس نتابع معكم المزيد. هدف الندوة هو يعني الحقيقة دعوة من سيادة السفير عزة البحيري للحديث عن دور منظمة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبعا كان في شرح هي إيه التنمية المستدامة والتحديات المرتبطة بتنفيذها بالنسبة للوضع في مصر كان في كلام على تجربة تجربتي الحقيقه انا عندي مؤسسه اهليه عندي برامج لمكافحه الفقر المراه المصريه في بني سويف وفي حلوان تحدثنا عن هذه التجربه اتكلمنا عن امكانيه تعميم هذه التجربه على مستوى دور المؤسسات المجتمع المدني والدور اللي ممكن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بطرح سؤال هل هناك رؤيه شامله في مصر لهذه الادوار ام لا والحقيقه الاجابه ما كانتش ان احنا مش شايفين رؤيه شامله تحدد دور مؤسسات المجتمع المدني رغم أنها وصلت رسميا لأكثر من أربعة ألف مؤسسة ولكن للأسف إحنا شايفين ادوار لمؤسسات بذاتها وممكن يكون في دوبليكيشن او ازدواجيه في اداء الكثير منها وبالتالي من الممكن اننا نستفيد بشكل افضل بكثير من دور مؤسسات المجتمع المدني اذا كانت هناك رؤيه واذا كان وضعت خطه وكان هناك متابعه لهذه الخطه بما يتسق تماما مع اهداف التنميه المستدامه. دور المجتمع المدني في التنميه المستدامه في قلب مصر ما خدش حقه برغم ان الجمعيات الاهليه بدأت في مصر من وقت طويل من خلال بدايات القرن العشرين ونهايات القرن التسعة عشر الا انه هذه الجمعيات وهذا المجتمع الاهلي وهذه المؤسسات المجتمع المدني لم تاخذ حقها في التشجيع على اداء دورها كما يجب ان يكون لان واجهت صعوبات كثير وواجهت مشاكل كثير نتيجه ان احنا ما بننشرش ثقافه التطوع وثقافه العمل من اجل المجتمع ومشاركه هذا المجتمع في البناء وفي التنميه المستدامه. انما ما تشهده مصر في الوقت الحالي من تحركات على جميع المستويات لاداء افضل سواء في الاقتصاد او في السياسه او في الثقافه او في حتى بالنواحي الاجتماعيه يشجع على ان احنا نشارك ولكن ده محتاج جهد كبير من وزارة الثقافة محتاج جهد كبير من الإعلام علشان ينشروا هذا النوع من العمل التطوعي حديثي عن حاجة اسمها قوافل التنمية الشاملة في الجامعة ودي تجربة احنا عملناها اخترنا القرى الأكثر فقرا وهذه القرى حددنا ايه الحاجات اللي هي ممكن يتم إصلاحها سواء طرق تسوية الطرق طبعا اشترك معنا كل الأجهزة التنفيذية بتاع المحافظة وفي معدات موجودة مركونة تستغل يعني في مجالس المدن والأحياء وخلافه في طبعاً حاجات معدات يجب تستغل وطاقة شباب برضو يجب أن تستغل